بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 18 بعد 200. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة، فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم في الظاهر مؤمنون، يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم، كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا في مناكحتهم ولا في موارثتهم ولا نحو ذلك، بل لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق، وورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون. وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. وقد تنازع الفقهاء في المنافق والزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث ويورث على قولين، والصحيح أنه يرث ويورث، وإن علم في الباطن أنه منافق، كما كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التي في القلوب، فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته، والحكمة إذا كانت خفية أو مستترة علق الحكم بمظنتها، وهو ما أظهره من موالاة المسلمين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون، وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، بل كانوا يورثون ويرثون، وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين. قد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون، ومع هذا لم يقبل ذلك منهم، فقال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المغازي، كما خرج ابن أبي في غزوة بني المصطلق وقال فيها: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، وقالوا: كذب زيد يا رسول الله. فوقع في نفسي مما قال شدة، حتى أنزل الله تصديقي في قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم. وفي غزوة تبوك استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم
كما استنفر غيرهم، فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا، وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق، هموا بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك. فجاء الوحي فأسر إلى حذيفة أسماءهم، ولذلك يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، كما ثبت ذلك في الصحيح. ومع هذا ففي الظاهر تجري عليهم أحكام أهل الإيمان، وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام. فإن كثيرا من المتأخرين ما يفي في المظهرين للإسلام عندهم ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق، وأعرضوا عن حكم المنافقين، والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة. والنفاق شعب كثيرة، وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي لفظ مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يصلي عليهم ويستغفر حتى نهاه الله عن ذلك، فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. وقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلم يكن يصلي عليهم ولا يستغفر لهم، ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة لا يستحل منهم ما يستحل من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون، بل يظهرون الكفر دون الإيمان. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.